وتتكون معايا المدام تقول لي شغلك انت اش داك لهذا الشيء سواء انا ماشي معاك 100% زغبه من شعري ما نعطيهاش لك. اتعمد بعض الاحيان انني نعطيه مثلا واحد طريف شوكولات. انا تلعب معاه بزاف يعني هي الزوجه هي اللي شويه قاصحه معاه بصراحه. لو نعاود نختار غنختارها هي. تعرفوا بان تعجبني الضحك بزاف في سن 34 35 سنه راه ما كنتش ندير حتى حاجه بلا ما نستشر مع الاب ديالي. انا النمره ديالو اللي كانت عنده باقي تنخلص دابا ليها لابونمون باش ما ياخذها حتى شي واحد. شرف كبير لينا اننا نكونوا في المنتخب الوطني المغربي. فرحان انني نكون مع واحد طاقم اعلامي مهني اللي بصم على واحد اللمسه اعلاميه مهنيه وذات جوده عاليه. ودابا العالم كله في الجانب الغذائي كاين فيه تغيرات. يعني الا بغينا نهضروا بشكل عام ما يقع في العالم ككل الان، فكل مرة هناك دراسات جديدة تبين وتؤكد ما سبقنا وتطرقنا إليه في العديد من المرات وما سبقنا وذكرناه في العديد من المرات، ألا وهو الابتعاد ما أمكن عن كل ما هي أغذية ما غنقولش اصطناعية أو مصنعة، ولكن كل ما هي أغذية لا نعرف مصدرها، كل ما هي أغذية لا نعرف طريقة يعني التصنيع ديالها والمراحل اللي مرات منها. لان المشكل فين كاين الان؟ مثلا كاينه ضجه الان في اوروبا نايضه على الشيبس. يعني الناس المسؤولين على التغذيه في اوروبا قال لك اودي بانه هذيك الشيبس خصنا نمنعوها دابا سنتين باش ما تبقاش، لانه الدراسات بينات كذا وكذا وكذا. دراسات كذلك خرجت ودارت ضجه على تو سكي شاركوتري، دونك هذا مشكل ديال اللحوم المدخنه والى اخره. خرجت دراسات قبل منها على الاستهلاك ديال اللحوم الغير طبيعيه وما يتم اعطاؤه للابقار والجوده ديال اللحوم من بعد الى اخره. فهذه كلها امور اللي اكيد ان المستهلك تلقى راسه في واحد الحلقه اللي صعيب عليه باش يلقى الباب ديالها. يعني واحد اللابيرانت باش يلقى الباب صعيب. ولكن أنا أقول دائما هو أن المستهلك يعني يفوجيغي سكي يجي غابل. فهذا المستهلك هذا على الأقل يبعد من الأمور اللي هي واضحة، الأمور اللي هي باينة. فلي شيبس مثلا عطيناهم خديناهم غير سبيل المثال جات فيهم عندنا ما نديرو لأن نايضة ضجة الأيام على هاد لي شيبس. فلي شيبس مثلا ما تنظنش أنه يختلف اثنان في مدى الخطورة ديالها وبأن لا منفعة فيها. غتقول لي المنفعه هو داك لو بليزير باش ناكلها ولا بداك قشقش ديالها ولا شي حاجه، فهذاك لو بليزير راه يمكن لك تجيبو من امور اخرى لان المساله فقط نفسيه. راه يمكن لك تجيبو من التناول ديال التمر ولا من التناول ديال اللوز ولا من التناول ديال القرقاع الى اخره. فهاد الامور اللي هي باينه واضحه بانها مضره بالنسبه للجسم ديالنا، فلا داعي باش ان الانسان، انا ماشي تنقول لا داعي بالتناول ديالها، لا، الا كنا تنقولوا لا داعي للتناول ديالها فانا غنكونوا اننا تنكذبوا على روسنا. لا داعي للإكثار من الاستهلاك ديالها، بمعنى أن ممكن أنك تذوقها ولا تذوق الطفل ديالك منها مرة في 6 شهور مرة في 7 شهور لا بأس، ولكن باش تولي المسألة يومية أو لا أسبوعية هنا أكيد تندقوا واحد علامة استفهام وناقص الخطر اللي هو كبير. الإنسان يتحمل المسؤولية ديالو في داكشي اللي تياكل إذا كان شخص بالغ، ولكن المشكل الكبير واللي تضرني انا في قلبي واللي تخليني نغوت وغنحاول ما نغوتش هو الاطفال. يعني علاش ولدك يخلص الثمن؟ غنخليها الثمن ديالك ما نزيدش عليها شي حاجه اخرى باش ما نقولش شي حاجه ما تعجبش الاباء. علاش الابناء يخلصوا الثمن ديال الاخطاء ديالك؟ علاش تعطي لولدك يشرب المونضه في السن ديال 2 عامين؟ علاش تعطي لولدك ياكل الشيبس في السن ديال 3 سنين ولا 4 سنين؟ علاش تعطي لولدك امور اللي انت ما عارفهاش حتى شنو فيها لداخل بمجرد ما انها موضه او لا رخيصه او لا لومبالاج زوين ولا كاتبين فيها 30% غراتوي تشريها وتعطيها للطفل ديالك ولا للابن ديالك؟ علاش؟ انا تتحمل المسؤوليه، مسؤوليه كبيره، لان الابناء امانه علينا ومسؤوليه علينا، فخصنا نعرفوا اشنو غادي نعطيهم. دونك التغير ديال العادات الغذائيه
هي مسألة اللي ماشي غير في المغرب، مسألة هي مسألة عالمية، والآن كاين نقاش كبير حول هذه المسألة هذه. كاين هناك اللي تيقول لك بأن الجسم يتأقلم، ولكن التأقلم تيتطلب وقت كبير. كاين هناك تنشوفوا بأن أمراض خطيرة صبحت منتشرة بشكل كبير، يعني بواحد الشكل اللي هو غريب، بواحد الشكل اللي هو رهيب، بواحد الشكل اللي هو خطير. أمراض اللي ربما ما كناش نعرفوها صبحت تظهر، أمراض اللي كانت قليلة صبحت بشكل كبير، وهادشي كله مرتبط بالجانب الغذائي، فما ما لا يختلف فيه اثنان. أكيد كاين هناك عوامل أخرى، كاين راهي اللباس اللي تنلبسو باش مصوب، كاين الهواء، كاين الماء، كاين، ولكن الجانب الغذائي له دوره، أحب من أحب وكره من كره، اللي بغى بغى واللي ما بغاش راه خصو يبغي تا هو. فهاد المسألة ديال التأثير ديال الجانب الغذائي على الجسم ديالنا وعلى ديال العادات الغذائية للجسم ديالنا صبحت تظهر بشكل كبير، وداكشي علاش ولات تجي دراسات وتتقول لك او دير دو البال، راه خصنا نحيدوا هادي، راه خصنا نحبسوا هادي، راه خصنا نيليمينيو هادي، لا حق هادي. وهنا طبيعة الحال بعض الاحيان تيكون فات الفوت، لان الاصابه بامراض من الامراض المستعصيه، الامراض السرطانيه، امراض القصور الكلوي، امراض القلب والشرايين، امراض اللي مرتبطه بالخلايا الدماغيه، الامراض اللي مرتبطه بالمناعه، الامراض الهرمونيه. شوف الان المعدل ديال الانجاب كيفاش غادي يهبط بواحد الشكل كبير، بواحد الشكل خطير رهيب جدا، مرتبط بالجانب الغذائي. المشاكل ديال التركيز اصبحت منتشره بشكل كبير، انا لا اتحدث عن الباركنسون، انا اتحدث عن المشكل ديال التركيز اللي اصبح منتشر بشكل كبير وهو مرتبط كذلك بالجانب الغذائي. فالموضوع طويل جدا الا بغينا نهضروا فيه، يعني غير خصنا ايام وايام. السؤال المطروح دائما، وما خليتي لنا ما ناكلو، واشنو غادي ناكلو، واتلفنا ما عرفنا ما ناكلو. لا ما تلفش، انا تنقول لك الامور مساله بسيطه، الخضر والفواكه باينه، طبيعه الحال سو فيغ بليزير دو طون زون طون ماشي مشكل، يعني طبيسي ديال الفريت مره في 6 شهور ماشي مشكل، كويز المناضه مره في 4 شهور ماشي مشكل، ان غاتو باتيسري مره في 15 يوم، لا دا سي با زام بروبليم. المشكل هو اليومي، ولكن اللي خصو يكون عندنا اليومي اللوز، كركاعه، تمر، زبيب، شريحه، زيت البلديه، الخبز ديال الشعير، بلبوله الشعير، هذه امور اللي خصها تكون حاضره بشكل يومي في الطبق ديالنا وفي النظام الغذائي ديالنا. فاش يلاه بدينا في الجانب الاعلامي، كنا واحد النهار هضرت على الهنديه وقلت للناس ردوا البال، راه غتوليو تشريو الهنديه بخمسة دراهم ستة دراهم الحبه، وكانوا شي وحدين ما تيقول كيفاش هذا السيد تيقول لينا الى اخره. فاحنا شفنا في الظرف ديال تقريبا واحد 15 عام ولا ما كاملاش، الهنديه دازت من 6 دريال 10 دريال الحبه، دابا راه 7 دراهم ولا 8 دراهم ولا 6 دراهم 7 دراهم الحبه. فما وقع الهنديه سيقع الاغذيه اخرى، زيت الزيتون انا تنقرا كانت ب 20 درهم لتر، هي دابا في واحد 10 سنين 15 عام دازت 100 درهم لتر. الان انا تنقول واركز واعي ما اقول، وانا عارف علاش تنقولها، كلوا الشعير، راه ما يوجد فيه من فوائد غذائيه عظيمه جدا. الغرب الان كله مركز على فوائد غذائيه ديال الشعير. الشعير الان اللي تنشريوه ب 400 500 600 درهم للقنطار، راه غنوليو نشريوه ب 1000 درهم و 1400 درهم، ما كاينش وحدين غيتعجبوا الان، ولكن دابا سنوات سيقع الشعير ما وقع للانديه وما وقع لزيت الزيتون وما وقع لزيت ارقام. تنقول للمغاربه ركزوا على الاستهلاك ديال الشعير، لان فيه بروتينات، فيه نشويات، فيه بوتاسيوم، فيه فوسفور، فيه حديد، فيه فيتامينات المجموعه ب، يعني فيه نسبه كبيره من الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي هي مهمه ومفيده بالنسبه للجسم ديالنا، مهمه بالنسبه لتقويه المناعه، يقي من ارتفاع الكوليسترول، يقي من ارتفاع الدهون، يهبط تيخفض الضغط الدموي، يقي من امراض الجهاز المناعي، يقي من الامراض السرطانيه، الالياف الغذائيه اللي فيه تقي من امراض الجهاز الهضمي، تقي من القبض، تينقي الجسم، مهم بالنسبه للجلد، مهم بالنسبه للشعر، مهم بالنسبه للنمو، مهم بالنسبه للهرمونات، مهم بالنسبه للمراه، مهم بالنسبه للرجل، مهم بالنسبه للمراه المرضع، مهم بالنسبه للمراه الحامل، مهم بالنسبه للرياضيين، يعني في مجموعه ديال الفوائد الغذائيه اللي هي عظيمه. بطبيعه الحال كاين دائما التغيير، التغيير دائما كاين، لان اولا مع التجربه هذه اولا، ثانيا مع ظهور امور اللي هي جديده، تقنيات، دراسات الى اخره، ولكن تتبقى القاعده تتبقى غالبه اللي هي النظام الغذائي الطبيعي المغربي المتوازن، هذه القاعده الكبرى. شوف انا باش نكون معك صريح،
انا معروف عليا ترام كما تنقولوا. انا قبل يعني قبل ما يكون عندي الابن ديالي كانت معنا في البيت بنت الاخت ديالي، وكنا تنحاولوا باش اننا ندخلوا لها واحد البرنامج غذائي اللي هو طبيعي ومزيان، والحمد لله عطى نتيجه وكبرات بواحد النظام غذائي اللي ممتاز. بعد كل شيء كانت يقول لي ودي السينابيل، ملي كنت ندير محاضرات ولا دروس حول النظام الغذائي عند الطفل تيقولوا لي ودي السينابيل راه بلاتي حتى تولد وتجرب. اللهم لك الحمد، الحمد لله وتبارك الله. زرعنا بعض العادات الغذائيه الايجابيه منذ الصغر، يعني الحمد لله الفضل كذلك ترجع للزوجة اللي قامت بواحد الدور كبير جدا، لأن منذ الولادة يعني حبسات العمل وخصت الوقت الكافي للابن. الوالدة كذلك اللي هي تتبدل حتى هي معنا واحد المجهود كبير تتخصصوا باش تعاون الزوجة. فالحمد لله يعني قدرنا أننا نعطي واحد النظام غذائي نقدر نقول لك 99% اللي هو نظام غذائي اللي هو ممتاز وجيد بالنسبة للطفل ديالي. ولكن هذا لا يمنع أنني أنا أتعمد بعض الأحيان أنني نعطيه مثلا واحد طريف شوكولات، لأن خصو يعرفو حيت ملي غادي يكبر وغيمشي للمدرسة غيشوفو خصو يعرف ديك واساجيتيل. أنني أتعمد مثلا بعض الأحيان وخصوصا ملي تيخرج هو ولا تيتلاقى مع الأطفال فتياخد أن بونبون، ولكن حيت إل ني با أبيتويي ما ولفش هذاك المذاق الحلو تيلوحو. دونك بالنسبه له هذاك المذاق الحلو اللي ما تعودش عليه ما تيتقبلوش. داكشي علاش الاطفال اللي تيولفوا الحلاوه في الصغر ما تيتقبلوش هذاك المذاق النوتخ، هذاك المذاق العادي الطبيعي ديال الخضر والفواكه، وبالتالي ملي تياكلوهم تيرفضوهم وتيحيدوهم. دونك هنا خاصنا نفهموا واحد المساله، بان الطفل على حساب انت شنو عودتيه. تنهضروا على التربيه الغذائيه، فملي تيشوفك ولدك تتفطر بالبلبوله ديال الشعير في الصباح راه حتى هو تيفطر بها، ملي شفت تدير الحرشه ديال الشعير بالصباح حتى هو تياكل حرشه الشعير. نقدر نقول لك اننا ملي تنسافروا تنديو ليه البلبله الشعير وتنوجدوها ليه وتنطيبوها ليه وتياكلها معنا. يعني نقدر نقول لك بواحد النسبه كبيره في الفطور هذا هو الفطور الغالب. بطبيعه الحال كي تيكون هناك تغيير الشعير اون توكي الا ما شربوش في الحسوه راه غادي ياكلوا في الحرشه ولا راه ياكلوا في الخبز ومع زويته بلديه. الخيار مثلا تيحماق على الخيار، انا مثلا غنقول لك مثلا الخيار للاغلبيه الاطفال ما تيبغيوش لان ما فيهش مذاق، فهو من بين الاغذيه المهم عنده هو الخيار، هو المطيشه مثلا. ولكن ملي غتعطيه مثلا ان ياغورت اللي هو سكري ما غاديش ياخذو لان ما ولفش على ذاك المذاق الحلو. فعلى الاقل انا ندير ليه ليا ملي يدير ان شاء الله 18 عام 20 عام ديك الساعه تيتحمل مسؤوليته هو امام الله يدير اللي بغى. انا اللي عليا درته والكمال على الله. دونك هنا بطبيعه الحال المساله ماشي سهله، ولكن كاين هناك ضوابط خصنا نركزوا عليها. اولا خصني نعطي المثال، ثانيا خصني نفسر لهذاك الطفل، ثالثا خصني نشرح ليه ونوريه بان راه هذاك الاخر اللي غلط ماشي انت. دونك هنا انت تهضر مع واحد الطفل واخا يكون عنده غير عامين ولا عام ونص راه تيفهم، راه تتوصل له الرساله وهو الي انتيليجون وتيفهم اشنو كاين. باش نكونوا واضحين، الكاركتر ديال نبيل هي شي كاركتر اللي هو مختلف. كاين اختلاف على نبيل اللي هي شي اللي هو ربما انا شويه ستريكت، ولكن هذا لا يعني بانني ما كاينش واحد الجانب ديال المرح ولا ديال الدعابه. اللي هو الناس اللي تيعرفوني عن قرب تيعرفوا بان تيعجبني الضحك بزاف. بالنسبه للكاركتير ديالو جو بونس خدا ان ميلونج من عند الام ومن عند الاب. كاين شويه ديال لك كاين شويه ديال النقير ديال با بحيث انه يعني عنده واحد الشخصيه شويه قويه تيبغي يفهم تيبغي يعرف علاش تيبغي يفرض راسو. ولكن تنظن ان هذه امور تتغير. خدمنا عند ماما شويه ديال السكات، يعني ما كاينش ديك لا رياكسيون سور بلاص. الا تعصب تيسكت، ماشي بحال انا الا تعصب تنغوت. هذا الشيء اللي خدا شويه من اللي خدم. وبطبيعه الحال غيرات بزاف. انا المجيء ديال الابن كان عنده واحد الظروف اللي هي خاصه، ربما راه كنا هضرنا فيها، يعني كان جنب بعد واحد الفتره اللي كانت اصعب فتره مريت بها في حياتي لحد الان واللي باقا مأثر عليا لحد الان باش نكونوا واضحين. هي الفتره والمرحله ديال فقدان الاب اللي باقا مأثر عليا لحد الان، لان
الوالد الله يرحمه ما كانش فقط مجرد اب. نقدر نقول لك انا في سن 34 35 سنه راه ما كنتش ندير حتى حاجه بلا ما نستشر مع الاب ديالي. يعني راه الا بغيت نشري الطوموبيل راه تنستشر معاه هو والوالده في اللون ديال السياره اللي غادي ناخذ. ما عطيتك مثال بسيط. دونك كانت علاقه اللي هي قويه بزاف، كانت علاقه اللي مبنيه على الاحترام، مبنيه على الاحترام بشكل كبير، ماشي غير احترام وصافي، واحد الاحترام بشكل كبير. علاقه صداقه في نفس الوقت، يعني ممكن اني نتناقش معاه في امور ونهضروا وهذا دونك الفقدان كان كما قلت لك باقي لحد الان يعني مأثر عليا بشكل كبير، لدرجه ان النمره ديالو اللي كانت عنده باقي تنخلص دابا ليها لابونمون باش ما ياخذها حتى شي واحد باش تبقى عندي هذيك النمره. يعني فكاين شي امور اللي بالنسبه ليا نفسيا تيخصهم يبقاو الى الابد. انا كنفكر دونك الفقدان ديال الاب، الفقدان ديال العمه كذلك اللي مشات ليا 3 ايام قبل الاب اللي كان كذلك عزيز عليا بزاف، الله يرحمهم بجوج ويرحم الجميع. كيفاش ان الاب اختار الاسم ديال ولدي لافي ديال انه غادي يموت مع الزوجه ديالي وهذا، ف يعني امور لله سبحانه وتعالى يعني وضبها وقادها وصوبها. من بعد تيجي الابن، باش نكذب عليك نقول لك انا المجيء ديال الابن غادي يغطي 100% الذهاب ديال الاب، غنكون تنكذب عليك. دونك المجيء ديال الابن خلق واحد الحياه جديده عند نبيل العياشي اللي ما كانتش. دونك كانت واحد الحياه مع الوالدين مع الزوجه، وتخلقات واحد الحياه جديده اللي جات اللي جابها وليد. وهذه الحياه هذه بطبيعه الحال مليئه بالمرح، مليئه بحيث ان انا تلعب معاه بزاف، يعني هي الزوجه هي اللي شويه قاصحه معاه بصراحه. انا تيلمون تلعب معاه بزاف فما تنغوتش عليه، غير تنشوف فيه كما تنقولوا تيجمع راسه. يمكن انا عندي شي شوفات شويه هذا، فملي تيدير شي حاجه بمجرد ما تنشوف صافي تيجمع راسه. فربما حيت تنغيب بزاف، حيت مع العمل ظروف العمل ظروف مع السفر، ملي تنتلاقى ما تنبغيش انني نكون شويه قاصح معاه. ولكن يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني الزوجه الحمد لله قيمه بالواجب على احسن ما يرام، الوالده كذلك حتى هي معاونه في هذه المساله هذه. وكما قلت لك تيبقى اختيار، هو ملي تيكون واحد جوج ديال الناس قرروا باش انهم يديروا واحد الطفل او لا واحد الابن، فخاصهم يكونوا مجدلين من جميع الجوانب. انا ما تهضرش على الجانب المادي لان بالنسبه لي ماشي اولويه، المهم هو الوقت اللي تعطى لهذاك الطفل. انا كما قلت لك الزوجه خدينا قرار، الزوجه جلست من الخدمه باش تقابل الوليد، هذا كان قرار خديناه بجوج. ربما كنت نجلس انا وتبقى هي خدامه، ولكن انا تنظن بان الطفل تيحتاج بشكل كبير، هذه مساله ما غاديش يمكننا نختلفوا فيها، الام تتكون قريبه بشكل كبير لان الله سبحانه وتعالى يعني عطى هذه الميزه للامهات بشكل عام. الله يسمح لنا من الوالدين وسيغتو من الام، المراه كلها عطى واحد الميزه ديال الصبر. الصبر اللي صعيب باش نلقاوه عند الرجال. داكشي علاش انا تنقول بدون كنا لا تستمر الحياه. فواحد الصبر عطى الله سبحانه وتعالى للمراه اللي حنا الرجال ما نقدروش عليه. هذا الصبر كاين في التربيه ديال الابناء، في الصبر على الزوج، في الصبر على الوقت، في الصبر على تماره ديال الدار، في الصبر على الفياق بالليل، في الصبر يعني امور اللي صعيب ان حنا الرجال نتحملوها او لنا نقدروا نصبروا عليها على المدى البعيد. دونك هنا انا تنقول ان ملي تنبغيو نديروا واحد الطفل فخصنا نوجدوا ليه مجموعه ديال الامور. الوقت ديالو اولا خصنا نعطيو الوقت للطفل، وكاين كذلك الجانب الغذائي، فالجانب الغذائي حتى هو كذلك خصنا نوجدوه ليه بالنسبه للابن، خصنا نوجدوا له الجانب الغذائي باش نكونوا متفقين على اننا. انا نعطيك مثال بسيط جدا، فانا لقيت في الاول الروينه مايضة، كلشي باغي يعطي للدري السكاته، يلا كلشي باغي يعطيه لاتيتين، علاش باش ما يبكيش؟ الحمد لله ما خداش لاتيتين، ما عطيناش السكاته. سي فغي غنعاود نرجع، ماما تكرفصات معاه بزاف شي شويه، الله يحسن العوان الله يجازيها بخير، لان تيفيق ما تيقاده خصو يرضع لو سان. ولكن راه هذيك الجانب الصحي ديال الطفل بالنسبه لي انا هو اهم، بالنسبه ماشي ليا بالنسبه لينا، لان انا تنامن بواحد المساله ديال الحوار في العلاقه الزوجيه. كيف ما بغات تكون العلاقه الزوجيه خص يكون هناك حوار، خص امور نتفقوا عليها بجوج، لان ذاك الطفل درناه بجوج ما داروش واحد، فما يمكنش نكون اناني ونجي ناخذ قرار بوحدي.
راه خص يكون هناك حوار، خص يكون هناك واحد التوازن في العلاقة الزوجية. فملي تيكون الطفل راه نقدر مثلا الزوجة تتشد الطفل الأسبوع كامل، فما فيها باس الويكاند إلا شدوا مثلا الزوج والمرأة خرجت ترتاح واحد شوية ولا غير واحد العشية. فهذه مسألة ديال الحوار. بزاف أنا تنتفهم، حيت تنشوف أولا تنشوف الأم ديالي كيفاش صبرات معنا حنايا. أنا الأم كانت ربت بيت تمارة اللي دبرات على ودنا حنايا، وتنشوف الزوجة كذلك زعما الله يجازيهم بخير بجوج والله يجازي جميع الأمهات. تنشوف الزوجة كذلك كيفاش تمارة ضربات مع ولدي. فبطبيعة الحال خصنا شوف، ما يمكنلكش تنكر، ما يمكنلكش تنكر هذه الأمور، هذه ما يمكنلكش تنكر بالمجهود اللي تتقوم به المرأة ولا الزوجة. لا نكير، شوف نكير لا ماشي تنكر، لا أنا ماشي تنكر، أنا في واحد القاعدة اللي ربما ما عرفتش واش شي كي اللي تيقول لي حيدها كي اللي تيقول لي خليها، ولكن أنا خليها الساعة هي أننا ملي تنتفقوا على واحد المسألة بالنسبة لي أنا تيخصنا نتفقنا عليها بجوج خصنا نديروها. فما يمكنش مثلا اليوم تقول لي أنا غنسجل معاك في هذا الكرسي وطلعت وقديت أنا حوايجي وجيت باش نسجلوا في هذا الكرسي، ومني جيت لقيتك أنت غتسجلي في هذا الكرسي بلا ما تعلميني بأننا غنبدلوا الكرسي. فهنا كاين اللي بالنسبة له عادية، أنا بالنسبة لي ماشي عادية، حيت تفهمنا نقدر ما نسجلش معاك كاع، حيت تفهم راه هي مسألة بسيطة جدا، ولكن طونكو اتفقنا باش نبدلو في هذا الكرسي ما تبدلي هذا الكرسي لهذا الكرسي حتى تعاودي تقولي لي ونتفقوا عليه. لا بحال دابا نعطيك مثال، أنا عندي مثلا دابا لهذا الفيلم هذا عندي مع الوالدة، وما كان عندي مع الوالدة وعندي حتى مع الزوج. دابا بالنسبة لهم أنا عندي واحد البلاصة خاصة بيا ما تدخل لها حتى شي واحد ديالي، عندي فيه الكتوبة ديالي، عندي فيه الأوراق ديالي، عندي فيه شغالاتي لي سوفونير ديالي. هما تيجيو من هذاك المكان مرون، انا تيجيني هذاك المكان احسن مكان مقاد في الدنيا. دونك نهار تيدخل شي واحد ديك البلاصه تنعرفها، حيت انا حافظ هذيك البلاصه، عندي ستيلو الفلان الفلاني حدا المسطره الفلان الفلانيه حدا الكتاب الفلان الفلاني حدا الورقه الفلان الفلانيه حدا الدوسي فلان، معروف عندي في دماغي. بمجرد ما تيتقاس صافي تنعرف بان الفيلم شي واحد دخل ليا لتما. دونك هذا اللي غيدخل تما بلا ما يقولها ليا علاش دخل تما، دونك غنوليو بزاف ديال الاسئله. دونك من الاحسن ما تدخلش لتما ونبقاو مزيانين. ولكن هي باش نضحكوا شي شويه، هي مع الوقت كل واحد تيتادابط على الاخر. كاين واحد انا تنقولها دائما، شوف انا نقول لك واحد المساله، كلمه نجاح مرتبطه بالتضحيه، شي كيف ما مرتبطين هادو بجوج. كلمه نجاح مرتبطة بالتضحية. فين ما بغى يكون نجاح خود أي مجال، المجال العملي، المجال الدراسي، المجال الزوجي، العائلي، التربوي، كيف ما بغى يكون، من المستحيل أنك تنجح في شي حاجة بلا ما تضحي شي حاجة أخرى. بزاف بزاف طبيعة الحال بزاف، هذا موضوع اخر عاوتاني دخلنا ما غنهضروا عليه. انا شوف راه ما يمكنش تقول لي وانا نعطيك مثال، راه ملي تهضر على التضحيه راه وكيفاش راه 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 شي مره راه ما تتشوفش عائلتك سيمانه 10 ايام وتقدر بوندو اون سيمين تشوفهم ساعه بالليل وتخرج، خاص تفيق عاوتاني الصباح مع السبعه الصباح 8 الصباح، عندك هادي ولا عندك هادي ولا عندك محاضره ولا عندك دروس ولا عندك هادي ولا عندك الخدمه ولا عندك هذا. علاش؟ لان انا تنحب هادشي اللي تندير، انا مسكون بالتغذيه باش نقربك من الصوره. دونك تنحماق على هادشي اللي تندير، تفهمنا؟ انا جو سوي اونتي اصلا، انا في حياتي هذا عاوتاني مشكل اخر خلق لي بزاف ديال الامور. انا جو سوي اونتي، سواء انا معاك 100% نقدر نحيد الحمين نعطيه لك، سواء انا ماشي معاك 100% زغبه من شعري ما نعطيهاش لك. دونك انا اونتي، هاد لو فيت انني اونتي بزاف تيخلق لي بعض المشاكل في حياتي العاديه. يعني نقدر نلقى مثلا واحد لاح البابيي من السترجم راه نقدر نتبعو بالطوموبيل نبدا نكلاكسوني عليه ونقول له علاش شحتي الكاغيط من السترجم، وتتكون معايا المدام تقول لي شغلك انت اش داك لهذا الشيء واش انت بوحدك غتبقى، ولكن تبقى فيا الحال سي ان كاركتير. فهمتي؟ شي مره تنقول انا علاش غادي نبدلو علاش؟ بور كيل غيزون؟ انا جو سوي كوم سا، فهمتي؟ طونكو انا تنقول واحد المساله،
شي طون كو الانسان الي سبونطاني. انا شوي تري سبونطاني تلقائي بواحد الدرجه كبيره بزاف. طون كو توي سبونطاني ما تخافش، تكل على الله. شوف ربي والوالدين وتكل على الله وربي ما غيضيعكش. لا لان شكون اللي غادي يهضر معاك؟ غيهضر معاك الناس اللي تيبغيوك. خذها من الجانب الايجابي، ما تاخذهاش من الجانب السلبي. خذ دائما لو كوتي بوزيتيف، ما تاخذش لو كوتي نيجاتيف. حيت هاد الناس هادو اللي تيجيو يقول لك واه نبيل وراك كثرتي علينا وبركه، باش هو باش عرفك كثرتي عليه. سيكو سمعك، سيكو هاد السيد هذا تيسمع ليك، سيكو هاد السيد انت عزيز عليه. دونك بالعكس انا هاد الناس سنتقبل هذا وتنتفهمهم، ولكن راه هادشي اللي عطى الله. راه حيت الحب ملي تيكون عندنا المعنى ديال الحب معنى كبير بزاف، وملي تيكون عندنا واحد الكلمه ديال الحب اللي تتكون مرتبطه بواحد جوج ديال الامور ولا جوج ديال الاشخاص، ولا انا تنحب هذا الكرسي ولا تنحب واحد الشخص ولا واحد المكان ولا واحد الوقت ولا واحد الامور واحد شي حاجه كيف ما بغات تكون، تنتعامل معاها دون مانيير تلقائيه بطريقه تلقائيه، وتنتعامل معاها بلانكونسيون ديالي ابار الكونسيون. دونك بحال ملي تيكون مثلا الاب مع الابن ديالو، واش الاب ولا الام اللي تتغوت على الابن ديالها صافي ديغ ما تتبغيهش؟ احب ما يوجد عند الاباء هما ولادهم، وما كاينش شي حد في الدنيا تيغوت على شي واحد قد اللي تيغوتوا الاباء على الابناء. حاجه ماما حياتي الله ينصرو والله يخلي لينا والله يبارك لنا والله يطولنا في عمرو، والحمد لله الحمد لله ان عندنا ملك بحال محمد السادس. يا ربي يحفظه ويرزقه الصحيحه. الله يعطيه ما تمنيت ليه. وانا بالنسبه ليا تمثيل البلاد تطلب واحد التضحيه كبيره، وانا مستعد اي حاجه في سبيل البلاد احنا راه الاشاره. وبطبيعه الحال شرف كبير لنا اننا نكون في المنتخب الوطني المغربي. الله يرضي عليها، لان واحد الانسانه اللي جابها لي الله سبحانه وتعالى، يعني لو نعاود نختار غنختارها هي، ولو نعاود نختار عاوتاني غنختارها هي. الله يخليها ليا والله يرضي عليها. الناس اللي كاينين عبر الموقع ديال سفيركم، والناس اللي كاينين في جميع انحاء المملكه وجميع انحاء العالم، تنبغي نقول لهم ان اي نصيحه تنبارطاجيها معهم فهي نابعه من القلب. انا ربما غير دو البال ما تنبارطاجيش بزاف الامور الشخصيه، وما جيش عليا داك هنا فين وهنا فين وهنا، مره شي لقطات. ما تنبغيش نبارطاجي بزاف حياتي الشخصيه، لان كل واحد عنده حياته الشخصيه ديالو. انا شخصيا انا ربما نكون غلط، انا ضد ان الانسان يبدا ينشر حياته الشخصيه في هذا. فانا شخصيا انا ما تنهضر على حتى شي واحد، تنهضر على راسي. دونك تنقول للناس ان يحاولوا ما امكن يديوها في صحتهم، يديوها في ماكلتهم، وان اي نصيحه صدقوني نابعه من القلب عن حب وعن قناعه بان اي حاجه تنصح بها تنديرها، واي حاجه قبل ما نقولها تنديرها، ومني تنقولها تنديرها، ومني ما تنبقاش نديرها راه تنقول لكم ما ديروهاش. لان اهم شيء هو يوم اللقاء ديالنا مع الله سبحانه وتعالى، فهذه امانه ومسؤوليه تيخصنا ندوزوها ونوصلوها على ما يرام. الله يتقبل من الجميع، ودعوا معنا.